اسعار ام هدى دي هتكسبنا اكتر من 10% اللي كسبناها في طلعه امبابه. خلاص حملنا وطلعنا على العمرانيه بقى نبيع ونكسب. مفيش فيديو؟ البطاطس بكام؟ 2 ونص. 2 ونص؟ طيب والبصل؟ 6 جنيه. حلو كويس. هي يعني حاجة كويسة مش وحشة. لا يعني أبو 2 ونص مش هي البطاطس دي؟ والبصل ب7 ونص وب8. يعني كده برضو الأسعار نزلت شوية أهي، مش قوي بس شوية. أنت اشتريت؟ أنا اشتريت 3 كيلو. أنت متطوع؟ متطوع. إيه اللي جابك؟ جاي اسعدكم عشان انا مبسوط بيكم باللي انتوا بتعملوه. يعني فعلا ساكن هنا؟ لا ساكن في شبرا. اذا جيت ازاي؟ انا اتعرفت عليهم وحاولت ان اوصل لكم اكتر من مره عشان اساعدكم وكده، الحمد لله وصلت يعني في الاخر. طب كويس الحمد لله. في اقبال؟ الحمد لله. صدقيني الحمد لله. ما تشتغل الموضوع ده ما دام في اقبال. ما فيش مشكله، ليه لا؟ يعني هو لما انا اكسب مكسب قليل وابيع اكتر احسن ما انا ابيع اكتر بسعر عالي وهاجي في فتره معينه ومش هلاقي شغل خالص. بس صباح الخير. جميل. صباح النور. اشتريتي ليه مننا؟ ارخص. بقد ايه؟ عارفين هو ب6 بس بره فيه ب7 و8. عشان ارخص بس يا ريت بقى كل المنتجات مش بصل بس. على قدنا لسه مبتدئ. هي البدايه بتبدا ببصله مش الخطوه. مش سيلي. صباح الفل. صباح الخير يا مدام منى. تسلمي لي. ببيع خضار. البصل غاليه. البصل بيباع ب6 وب7 وب8 على حسب. 8 جنيه البصل. خلاص ما بقاش في اكل الغلابه النهارده يا مدام. طب ما احنا بنبيع فرع اهو. حضرتك بتيجي كل يوم؟ بتيجي كل يوم؟ لا يعني اقدر. تعالي كل يوم وانت تعرفي الاسعار. تعالي يا انت بتبيع خضار؟ تمام. قلت لي بيبيعوا ب6. تمام تمام. هو بيقول لك انت بتبيعه ب8. ب8 البصل. والله بيبيعوا ب8 ليه؟ لا انا بيبيعوا ب8. هقول لحضرتك على حاجه. اقول لك ايه؟ قول يا فندم. يا مدام البصل بيتباع ب8. انا سأله وعارف. انا ببيعه ب7. يا مدام هسألك سؤال. ايه بقى يا فندم؟ ده ما ذنبوش حاجه. بجيبه ب6 جنيه جمله. لا 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 جمله حضرتك هي من الزهراء. احنا عندنا هنا سوق اسمه سوق جمله زهراء، غير الاكتوبر غير العبور. ما بتجيبوش ليه ارخص من اي حته ثانيه؟ ما انا هجيب ارخص ثانيه حضرتك. المشال اللي هو العربيات بتاخد مبلغ يا عم. احنا دافعين مشال ودافعين عربيه وبنبيعه بكام؟ 6. انا لسه ما اعرفش بصراحه سعره كام عندكم. احنا حاطين محل عماله. احنا حاطين هامش ربح. البصل والبطاطس بكام النهارده؟ البصل ب7 وب8. 6. لا انا حاطه من هنا ب6. صح. اديني بقى كرومباي عليها. لو اديت الكرومباي هتعزميني على الغداء. عيني تعالي اهو البيت اهو. 200 جنيه طقه واحده. ب6 جنيه. والله المعيشه غاليه. هناك ب 8 جنيه قدام ب 8 جنيه البصل. استاذه منى احنا خدنا ب 8 البصل قدام ب 8 وب 10 صح؟ ب 10 ب 10 وب 8 البصل صح قدام. في العمرانيه البصل كان بيتباع ب8 و10، احنا رحنا بعناه ب6، ولما بعناه ب6 جالنا واحد اللي اتكلم معايا ده واحد من التجار. الناس كدبته. هو بيقول انا ببيعها ب6 زيكم. الناس قالت له لا انت بتبيعها ب8. وقف بيع بسببنا وجالنا يشوف احنا بنبيع بكام وهل هنكررها ولا لا. احنا قلقنا التجار، وطالما قلقوا يبقى استمرار التجربه هيجبرهم انهم اما يبيعوا بنفس سعرنا او يستنوا بقى لغايه ما احنا نخلص عشان هم يشتغلوا. منافسه حقيقيه، المستفيد منها المستهلك، واللي اهم الفلاح، لان الناس هتبتدي تجري تجيب من المصدر الارخص وتكسبه عشان تضمن انتاجه. يقوم الحال يتعدل بدل اللي احنا فيه ده، يقوم الفلاح المنتج يكسب مش العكس، اللي بيبيع هو اللي بيكسب واحنا والفلاح نعاني. هو ده بجد اللي اسمه السوق الحر. اللي حاصل دلوقتي منتهى الاحتكار. فعز كل ده تلاقي الناس من كتر الغلب تموتك من الضحك. الصدر بقبض 1000 جنيه وعهد الله ما بيقضوني اكل وشرب. انا من المنوفيه بيقضوني اكل وشرب العافيه. ما بالك بقى انا واحد عايز اتجوز وعايز هيكفوا ولا هيجيبوا حاجه؟ لا فين الكلام ده؟ وفي وسط الغل ووسط الدنيا دي كلها الحاجه يعني كل حاجه اقل حاجه. مثلا انا ما باكلش مثلا زي الناس ولا باكل الكلام ده لحمه والكلام ده يعني اكل الغلابه.
وعهد الله. بتاكل ايه كل يوم؟ انا بجيب وانا مروح كيس كشري ب 3 جنيه وجنيه وبجنيه واحد بس بجيب بتاع عيش يقضيني، وانا جاي الصبح عشان افطر بفطر هنا ب 5 جنيه. بتفطر اغلى ما بتتغدى؟ اغلى ما بتغدى. وبفطر ايه؟ 3 سندوتشات فول، مش مثلا بفطر اللي هو ما حدش بيفطره والدنيا دي. هو طلب فول منه 5 جنيه هيعملوا ايه؟ هيعمل ايه 1000 جنيه في الكلام ده في الدنيا دي كلها؟ انت بتصرف 5 جنيه فطار؟ 3 و 4 جنيه و 4 جنيه غدا؟ ده غير العشاء بقى. والعشاء عشان اتعشى ديت اقل وجب 10 جنيه. عشان ايه؟ تجيب شويه جبن بس كده وعيش. الرغيف قد كده هو بقى بنص جنيه وعهد الله. يعني انت تقريبا بتصرف كام في اليوم؟ تقريبا كده يوم ما اقول انا كده هوت 25 جنيه دوم. انا ايه؟ انا يعني عملت نفسي كده هوت وما جبتش اي حاجه. ماسك جيبي، ده انا ماسك جيبي وماسك ايدي ومش عارف اتحرك كمان، ما بجيبش حاجه. بجيب يعني اكل الاقل من الغلابه كمان. يعني اللحمه ديت ما شفاش الا لما راح بلدنا وخلاص، لكن هنا عشان اجيب لحمه 120 جنيه 130 جنيه، مين اللي هيجيب؟ هجيب ازاي؟ اللي ما بتجيش الا يوم. ف 25 جنيه في اليوم. في 30 750 جنيه. وانا من المنوفيه بسافر اسبوعيا كل اخر اسبوع، وانا فرد لوحدي مش عيله. السكن انا قاعد عند خالي. لو مش قاعد عند خالي بقى وميه ونور كام؟ كمان يعني انا قاعد عند خالي كده يومين دول. انت حسبت الاكل بس؟ اعمل ايه؟ الاكل بس 750 جنيه. لبس ايه؟ وعهد الله ان الواحد عايز يجيب له طقمين ولا حاجه ما فيه خالص. ما طقمين ايه؟ اقلع يابا. فين بس؟ اقلع. بقاله 3 سنين وعهد الله عليا. لا بامانه هنعمل ايه يا مدام؟ بس انا واحد زي حالتي، يعني واحد شاب عايز يتجوز، عايز ولا يعني فلوس. انا ما بتقضينيش اكل وشرب. تتجوز وتشتري بامبرز؟ انت عارف بامبرز بقى بكام؟ شفت البامبرز بقى بكام بقى؟ 50 جنيه. لا تتجوز عايز تتجوز وتخلف؟ لا ده انا عايز اعيش وخلاص. انا عايز اعيش، مش عايز يعني ولا اتجوز. انا عايز اتجوز يعني اعيش بس، مش عايز اتجوز. ياخدوا الفلوس ويمشونا. 80 جنيه هو حد الفلوس للحكومه وهم يمشونا، ياكلونا ويصرفوا علينا، مش عايزين اي حاجه تاني. احنا هنديله الشغل، الشغل كله ندي الفلوس للحكومه اللي احنا بنشتغل بيها، هم ياكلونا ويشربونا، ناخد الاكل منهم بس. والله يا مدام وانا عايزين نشوفك. البصل والحاجه غاليه، جايين نجيب كرومبي. الجو شتا. بكام الكرومبي يا حاجه؟ الكرومبيه ب 10 جنيه. هتاكلي ايه مع الكرومبي يا حاجه؟ هتاكلي ايه مع الكرومبي؟ ولا حاجه هاكلها كده. كرومبي ارتاحي. انت مالك ايه؟ هتعملي شوربه بايه؟ 120. الفرخه ب 40 جنيه. البصل والبطاطس بكام النهارده؟ البصل ب 7 وب 8. لا انا حاطه من هنا ب 6. صح، اديني بقى كرومباية عليها. لو اديت الكرومباية هتعزميني على الغداء. عيني تعالي اهو، البيت اهو. ايه ناخدك معانا؟ ناخدك معانا؟ عندي شغل والله. لا تعالي معانا. استاذة منى اساسا في ازمة اقتصادية، فلازم هي حاجة غالية فعلا، بس لازم نساعد بعض. هي غالية فعلا الحاجة، بس بصوا للغلابة يعني ويعلونا شوية. بصوا يعني بصوا للغلابة هي لو شالوا الدعم خالص ودوا لكل مواطن يعني ايه قرشين يصرف منهم هو احسن. الغلو ده يعني مدام منى خلاص المرتب خلص. بتكملي الشهر ازاي؟ اكمله ازاي؟ ايه بشحت؟ منين؟ اكمله ازاي؟ من اخواتي. طب اخواتك ده اديني وده اديني وده اديني، كل واحد يديني حاجه. اعمل ايه؟ خلاص كده انت خدتي وديت في لغايه. لا اسمع مني، احنا يوم بيومه. اليوم اللي اليوم بيومه، لو جينا تاني يوم ما نلاقيش ناكل. بص يا مدام منى، انا مدخله دي لغات فرنساوي. وريني كده الفرنساوي بتاعك. زي الفل. كلمي طنط. قولي لي جمله فرنساوي. هو في المدرسه فرنساوي ده اي حاجه؟ لا ما انت بتاخدي اهي. بصي وبدفع. استني قولي لي جمله فرنساوي. قولي قولي طنط. لا عايش عايش. قولي ليه؟ كومون طابولتي. قال لك طب شفتي الفرنساوي ده؟ قولي قولي. معلش انا تعليم حكومه ولا غني؟ دي تعليم خاص. كومتا بتقول. ردي عليه. قولي يا حبيبتي ردي. جمعة بالسجدة. اه نفهم يعني حضرتك لا فرنساوي يعني لسه مش عارفين برضو كده. استاذة منى بص بقى. تعرف فرنساوي؟ اه الايجيبتي دون دينايل. ردي عليه. مش عارف. ردي عليه. ردي ما سمعتوش صراحة. قول بتقول ايه؟ الايجيبتي دون دينايل. ايه ده؟
مصر هبة النيل. مع فرنساوي اه ايجيبت ليجي دون دي نايل. لا مش عارفاها دي خالص، ما خدتهاش لسه. ايه ليه يا ساجده؟ لسه ما خدتهاش. لا طب قولي لها انت بقى عشان تعرف. ولا في الغلا يا مدام منى؟ هتعملوا لنا ايه في الغلا ده؟ لا احنا عايزين نسجل على الفرنساوي الصراحه. يعني الناس الريتش هم اللي يعني اللي بيدي يعني اللي بيكونهم هم دول اللي معاهم يعني بيكسبهم، لكن احنا دلوقتي فين؟ استاذه منى البر اللي زينا هيعملوا ايه؟ لا 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 مش عارفه اشتري لبس الشتاء بامانه. اه والله هو نفس اللبس. البنطلون بقى ب 200 جنيه يا مدام منى، هنعمل ايه؟ البنطلون بكام؟ اه والله ده بتاع الغلابه، بتاع الغلابه. البنطلون ليه؟ انت خدت فرصتك. انزل من غير انت خدت فرصتك. كلمي يا مدام منى، هو انا الوحيد انت. كلمي بقى المدام منى شويه، سيبك من الرجاله شويه. يعني دلوقتي يا مدام منى الحاجه غلت مره واحده، ننزل عشان اجيب خضار ولا اكل اجيبه من غير لحمه 200 جنيه 200 جنيه طقه واحده ب 6 جنيه والله العظيم. المعيشه غاليه قوي. ب 8 جنيه قدام، ب 8 جنيه البصل استاذ منى. احنا خدنا ب 8 البصل قدام، ب 8 ب 10 صح؟ ب 10 ب 10 و 8 البصل صح قدام. اسكت بقى يا عم. مدام منى بقول لك انت خدت كرامه واحده. مدام منى اسحاب المعاشات. بيقول لك كذاب كذاب. ما بقول له ايدي على كتفك اهو، هات لي على 6 زي ما هم بيبيعوا، مش عايز ارخص. تعالى اجيب لك اهو دلوقتي. مدام منى اسحاب المعاشات. ادوني فرصه بقى، ادوني فرصه. انا هقول كلمتين وخلاص يا فندم. معلش انا اسف. معلش والله انا اسف. هو حضرتك الحل الوحيد للمواطن ان احنا ما بنستفادش من الدعم اي حاجه في. قال لك ايه؟ مش عارفه اجيب بنطلون. بنطلون ايه؟ وليه الفشخره دي؟ بس شفتوا هبه؟ بتاعت النيل.